منو فلان؟ هذا فلان. ودنا نعرف منو فلان وشون جت لك الفكرة وليش فلان؟ اي انا لان من الاول عندي شغف لصناعة تيشيرتاتي. حلو. انا اصمم اشتغل على الفوتوشوب، هذه واحدة من هواياتي، فابتدي ساعات اسوي بعض التصاميم واروح اطبعها على تيشيرتات سادة واتميز فيها. انا احب اكون شوية مختلف، يعني يمكن في ناس وايد عندها شغف البراندات وعسى ما ينزل شيء كل الناس يروحون يشترونه فيصيرون يتشابهون. يعني لو تمشى بالمولات والمجمعات تشوفين بعض البشر كلهم صاروا مثل، لأن البراندات مهما كانت متشابهة تنويع في النهاية هي نفس القصة نفس الألوان. أنا كان من الأول عندي شغف آخر، أبي القطعة مالتي تكون مميزة، ما يهمني حتى لما أروح السوق أسافر ما يهمني أشتري قطعة غالية كثر ما يهمني أشتري قطعة نادرة أو مميزة أو ما في منها بالكويت. هذا كان الشغف الأول. عقب بديت أنا أشتغل على تيشيرتاتي وأسمع الناس يسألوني يقولوا لي وايد اللي قاعد تسوي حلو، وين من وين تشتري من وين تجيبه، شفت إنه كأن السوق يحتاج شيء مثل هذا، في إقبال. اي طالما الناس تبي شيء مختلف فيت اسست براند كويتي للملابس والموضه اسمه فلان. الهدف الاساسي منه تعزيز الهويه العربيه في الزي الغربي. يعني اي شيء بالعربي سواء بالخط العربي باللغه العربيه بالرسم العربي باللهجه الكويتيه، يعني اللهجات تتضمنها طبعا اللغه، بالاضافه الى طبعا دخل جانب من النستولجيا اللي هو الحنين للماضي. دائما الازياء اللي انا اروح اسويها واعرضها في فلان دائما فيها مشاعر عاليه قبل لا تكون قطعه حلوه. يعني انا الحين بعطيك مثال صغير، ما ادري انت منتبه انا شنو لابس ولا لا. بلى، ابراج ابراج الكويت. عفي عليك، ابراج الكويت. يعني ابي الهويه الكويتيه تكون موجوده ولكن في زي غربي. احمد انت تسويهم انا ولا توردهم ولا تعطي الاوردر وتجيبهم؟ لا احنا الله يسلمك الافكار تبتدي من الكويت. حلو، تبتدي من هالكور. تمام. وعندي طبعا بعض الاشخاص يساعدوني في بعض الافكار، فعندي تيم من المصممين وعندي تيم من الرسامين، اي اقول لهم الحدوته الفكره 1 2 3 يبتدون يصممون لي اياها كملف للتنفيذ. بعدين انا عاد اقوم بالمهمه الثانيه، بضاعه فلان بشكل كامل تصنع في تركيا وتم اختيارها لان ما شاء الله هناك بلد الازياء والتصنيع واللي يروح تركيا يعرف هالموضوع. فلما رحنا هناك خلاص أنا بديت الشغف كبر وبديت أهتم في صناعة القطعة، شلون يقولون من طقطقة السلام عليكم بمعنى الكلمة، يعني حتى القماش أنا أروح أختار وزنه كم جرام وشون درجة لونه وأصنع الخام أول شيء، بعدين أبتدي أصنع القطع من وراها. يعني الشغف هذا كان موجود في على إذا تريد تمون على تركيا. أوه، قاعد نشوف على الشاشة المصانع. لا شوفني أنا زين، كل شيء اشتغل طبعا لما رحت هناك كل شيء اشتغل، عرفت الكار كله. اي هذه طبعا لو تشوف معي هذه مراحل، شوف هذه كلها القماش كلها تصنيعنا، هذه الطباعة على الملابس كلها طباعة متخصصة في الملابس، ماكو شيء يروح مع الغسيل وهالكلام، لا كلها مصانع حقيقية تصنع لبراندات تركية عالية المستوى وبعض البراندات العالمية. لما هي تشتغل كان خاطري اسوي شيء كويتي لا جودة عالية، هذا كان التحدي الكبير، شلون انا اخلي الواحد يلبس قطعة صدق انها براند كويتي بس تضاهي البراندات العالمية قريبة منها تحاول تنافسها. الموضوع كان صعب شوية لانه غريب شوية ويعني يبي له جرأة ان انت ساعات تلبس كذي اشياء لان داخلك تدري ان هذا يعني مو هالماركة ولا هالماركة ولا هالماركة، هذه فلان كويتية مسوينها شباب كويتيين. هم من الافيه بين من الافيه من الكتبه من